وصل صوتك. نشكر كل مؤسسة عسكرية، نشكر كل العسكريين مهما كان الثقل بتاعهم، اللي قايمين دور جبار لحماية الوطن، حماية السيادة، حماية حدودنا. وهما احنا كما قال سيد رئيس الحكومة كبنا عمرهم شوية، ووزارة الدفاع والحكومة والدولة كلها واعية بهذا، وحنا باش ندعموهم وباش ندعموا الأكاديمية هذه. ويلزم نكونوا جيل جديد من العسكريين متأقلم مع التهديدات الغير تقليدية، أي متأقلم مع الإرهاب، مع الجريمة المنظمة. وكذلك يجب ندعم المؤسسة العسكرية بالإمكانيات المادية، الاقتناعات العسكرية المتأقلمة كذلك مع التهديدات، سواء في ميدان الاستعلام أو في ميدان الاقتناعات الأخرى اللي فيها الطيران، اللي فيها كل الإمكانيات اللي تحمي حدودنا وتحمي بلادنا، لأننا في منطقة متأزمة فيها عدم استقرار، وضع في ليبيا شقيقة مازال في تهديدات. ونحن برغم النجاحات اللي نقوم بهم يجب نعرف أن المنطقة كلها هي فيها عاش فيها هذا الوضع المتأزم، ونحن واعيين بهذا. ويجب التعاون مع الدول كلها، الدول الشقيقة والصديقة، دول الجوار خاصة الجزائر اولا، وكل الدول اللي تعاون معها على مستوى من الاستعلامات وكل ما يتعلق بمنها محاربة الارهاب. هذه فرصة كذلك باش نأكد على ان مقاومة الارهاب ليست فقط امنية وعسكرية، وهي بالاساس غير امنية وغير عسكرية، لان الارهاب هو فكر، هي ثقافة، وحنا بنجم نحاربوه الا بالفكر الجديد، بثقافه، بسياسه تربويه، بسياسه تعليميه، بسياسه اجتماعيه، بعدم التهميش. وهذه المقاربه، هذه استراتيجيه السيد رئيس الدوله وقع على استراتيجيه الدوله التونسيه، وحنا واعيين بهذا، ولكن كان مازال طويلة، لاننا نعتقد ان الارهاب هو هذا النوع الجديد من الارهاب لا نعرفه من قبل، وبالتالي احنا لازم نحاربوه من كل جوانب. اعلاميا كذلك الاعلام له دور هام في محاربه هذا، ولكن احنا متفائلين لان الدوله التونسيه دوله متماسكه، والشعب التونسي شعب متضامن، شعب موحد. الارهاب ليس له مستقبل في تونس. شوف احنا تونس توا ولينا دوله ديمقراطيه، دوله حريه، اي تونس اصبحت دوله مفتوحه كما الدول الديمقراطيه كلها. وبالتالي احنا ليس بامكاننا ان نمنع شخص صحافي او كان ان يدخل الى تونس كما الدول الديمقراطيه كلها. ولكن الجهاز الامني بتاعنا اعتقد انه هو جهاز عنده كل الامكانيات باش يحمي بلاده. هذا اللي وقع في السابق هو اللي يقع في كل بلاد، ولكن احنا لازم نقبلوا بالديمقراطيه بمزايا نتاعها وكذلك بالسلبيات نتاعها، لان الديمقراطيه صعبه مش سهله، بناء الديمقراطيه مش حاجه سهله. لازم نعرفوا هذا وضع جديد، مش قبل كانت بلاد مسكره، بلاد مغلوقه، تو اصبحت بلاد مفتوحه، وبالتالي يجب ان نقبل هذا بالشيء الباهي فيه والشيء الخايب فيه، لان البلاد مفتوحه فيها كذلك سياحه، وفيها ما تلزمش كل شخص داخل تونس سواء سايح او غيره باش تراقبه. هذا مستحيل، وليس هناك دوله في العالم حاليا بامكانيات، وشفنا اللي صار في بلدان اخرى اقوى منا بكثير في اوروبا، اللي رغم لان هذا هو هذا صعب في التهديدات الغير تقليديه. التهديدات الغير تقليديه هي تهديدات من نوع جديد يجب ان نتاقلم معها، خاصه احنا كما قلت احنا النموذج في المنطقه هو بلاد ديمقراطيه فيها كل شيء. وضع معناها احنا مستقر وطن تاعنا، احنا المؤسسه العسكريه بالتنسيق مع المؤسسه الامنيه اللي احنا نخدم جميع المؤسسه الامنيه، ونجاحاتنا في السابق هي يمكن ان نفسرها بهذا التنسيق الناجح بين الزوز، بين الامن والجيش. وضع مستقر، احنا كما شفتوا معناها ليس هناك بلاد في العالم تكون
من بأمان تكون الآن في أمان من المياه هذا غير موجود. فما جاهزية ماذا؟ جاهزية تامة. جاهزية تامة وجاهزية منها تامة ولكن أكثر من ذلك جاهزية في نسق تصاعدي يعني نسق بتاعها تصاعدي وبإمكانيات أكثر إمكانيات أكثر سواء على مستوى التكوين ولا على مستوى الاقتناعات. احنا نقول اللي بلدنا في أمان حدودنا في أمان ولكن دائما الحذر والحذر والحذر والمواطن عنده دور هام جدا. المواطن التونسي هو واعي بهذا ومرة جاهزية نتاعو في بنقردان وغير بنقردان مواطن تونسي والإعلام وكل مجتمع مدني وسياسي هو يجب أن يشير باله لأن المنطقة بكلها كما قلت هي ليست